فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. تحدث مؤلف رحمه الله تعالى عن الاختلاف في الكتاب، وسبق الحديث في ذلك في حلقتنا السالفة، وقفنا عند قوله: والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان، أحدهما يذم الطائفتين جميعا، كما في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف، وكقوله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وكقوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وذكر آيات في ذلك في الصنف الأول من هذا الاختلاف المذموم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وكانوا على التوحيد من بعد آدم وعلى شريعة آدم إلى مضي 10 قرون وهم على التوحيد. ثم حدث الشرك في قوم نوح لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فعبدوهم من دون الله عز وجل، فكان هذا أول اختلاف في كتاب الله عز وجل، يعني مخالفة للكتاب، ليس اختلافا في الكتاب وإنما هو مخالفة للكتاب. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهؤلاء بقوا على الكتاب والعمل به، وأولئك خالفوا الكتاب وعبدوا الأولياء والصالحين واختلفوا فيما بينهم، ونشأ الخلاف، تفرقت المعبودات، لأنهم لما تركوا التوحيد تفرقوا في معبوداتهم، فكل يعبد ما راق له واستهواه من ما يستحسنه بعقله، والعقول لا شك أنها تختلف والاستحسانات تضطرب، فلما تركوا الكتاب بلوا بالاختلاف.